بتتلخص قصة الكون في أول أربع آيات من سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بيبدأ ربنا سبحانه وتعالى بالمعلومة الخفية على البشر إن جميع الأكوان من أصغر ذرة لأكبر مجرة كلهم بيسبحوا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، والتسبيح والثناء على كمال الله، إن ربنا سبحانه وتعالى في أفعاله ليس هناك نقص، فالكون كله بيشهد لربنا سبحانه وتعالى بجمال وكمال حكمته في كل تصرفاته. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تيجي الآية الثانية، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه الأكوان المترامية الأطراف كلها في يد ملك واحد سبحانه وتعالى وتحت هيمنة وسيطرة أرأف من ملك وأحن من حكم سبحانه وتعالى. في إيده حياة المخلوقات بكون فيكون، يبث الروح في الجنين الصغير ويبث الحياة في البذرة الميتة عشان يحيي الأرض بعد موتها، يحيي ويميت. وفي إيده هلاك المخلوقات وفي إيده فناء المخلوقات بكون فيكون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم تيجي الآية الثالثة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، حيث كان الموجودات كلها عدم وكان ربنا وحده زي ما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر، بعد فناء كل المخلوقات يبقى رب العالمين ينادي لمن الملك اليوم، فمحدش هيرد عليه لأن مفيش حد حي في هذه الأكوان، فيرد ربنا على نفسه لله الواحد القهار. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ربنا ظهر في هذا الكون بصفاته، ظهر بقوته في عظمة البحار، وظهر بجبروته في ثقل السماوات، وظهر بعظمته سبحانه وتعالى في رسوخ الجبال. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبطنت صفات ربنا سبحانه وتعالى في جمال الأزهار، وبطن لطف ربنا سبحانه وتعالى في النسمة الرقيقة الجميلة اللي بترجع الحياة، وبطن عطف ربنا على الأكوان بصوت الطائر الجميل اللي بيغرد علشان يعمل تناسق في هذا الأكوان. بس لو الواحد يشوف ربنا بقلبه، الظاهر والباطن، ومع ذلك مع كل هذا الملك الفسيح وهو بكل شيء عليم، مفيش حاجة بتغيب على ربنا. وده مش كلام للتهديد، ده كلام للطمأنة، إن مفيش خاطرة جوا قلب أي حد فينا ولا أمنية حتى لو لم يتكلم بيها إلا وربنا عليم. مفيش إنسان بيكيد علشان يؤذي ويخطط علشان يفضح إلا وربنا سبحانه وتعالى والله من ورائهم محيط. مفيش شيء في الدنيا بعيد إن ربنا يعلمه أو صغير إن ربنا يراه سبحانه وتعالى، الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم تنتهي الآيات الأربعة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض، يتحرك، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ربنا استوى على العرش، استواء العظمة، ربنا استوى على العرش ومع ذلك هو قريب جل في علاه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومع هذا الاستواء العظيم يعلم ما يلج في الأرض، أي رملة بتتحرك في الأرض يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وما يخرج منها، كل بذرة طلعت نبتة الله يراها، ليس هناك بعيد وقريب على الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار اللي يسقط كل يوم، وعدد ما سكن في الليل وأشرق عليه النهار، كل شيء في الدنيا الله يراه، كل شيء في الدنيا الله مهيمن عليه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل دعوة بتعرج إلى الله، كل روح خرجت النهاردة من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله، خرجت في عناية الله إلى رحمة الله. وفي وسط كل السيطرة دي تتختم الآية بالحقيقة اللي كلنا محتاجينها، قال وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية ليست معية المراقب،
اللي بيكتب عليك أخطائك عشان يوم القيامة تقف ويواجهك بيها، إنما معية القريب اللي يحبك تبقى مطمن إنك عايش في هذا الملك الفسيح، والله أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إلى أحزانك من حبل الوريد، وأقرب لطموحاتك اللي نفسك تكرس حياتك عشانها أقرب إليك من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا هو الإله اللي جينا الدنيا عشان نتعرف عليه، فلو تعرفنا عليه بهذه الصفات الكاملة هنتعلق بيه، ولو تعلقنا بيه هنعبده بحب، ولو عبدناه بحب هنستقبل أنوار العبادة اللي بتنزل في قلب الإنسان الحاضر في العبادة بين يدي مولاه بقلبه وجسده المقبل على إلهه اللي هو متعلق به. إذن الأصل في الدنيا دي إن إحنا جينا في الدنيا حتى نشاهد جمال وكمال وجلال ربنا، فنتعلق ونعيش رحلة الحب مع مالك الملك.